بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. معاكم مهندس محمد فتحي، مهندس اجهزه وتحكم، بعمل في مجال اجهزه من 2008 في محطه انتاج كهرباء بخاريه. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن introduction to instrumentation and control. هنتكلم عن الكنترول لوب سيستم بمكوناته، سنسورز، كنترولرز، والفاينل كنترول اليمنت. هنتكلم برضو عن البي اند اي دي اللي هو البايبنج اند انسترومنتيشن دايجرام. اول حاجه احنا عايزين نعمل عمليه صناعيه. شكل العمليه الصناعيه الاول يا مانوال اوبريتد يا اوتوميتد اوبريتد او اوتوماتيكلي اوبريتد. بمعنى المانوالي داخل فيها العنصر البشري، يعني عامل واقف السير بيتحرك قدامه بيشيل الصندوق يحطه من مكان لمكان. الاوتوميتد لا، مفيش تدخل للعنصر البشري، الموضوع كله اوتوميتد، بيتحرك عن طريق ايه، سنسورز وكنترولر، وهنشوف بيشتغل ازاي. المانوال اوبريتد، المانوال اوبريتد المفروض ان ده عامل واقف جنب تانك، التانك دوت بيغذي بروسيس، البروسيس المفروض بتستهلك الميه ديت او السائل دوت، هو مطلوب منه لما الليفل يعلى يقفل المحبس او الفالف شويه عشان خاطر ايه الدنيا تنزل شويه، ولما المنسوب ينزل يفتح الفالف شويه عشان يعوض النقص في المنتج. طبعا بوجود العنصر البشري لازم تحدث اخطاء، بوجود العنصر البشري لازم تحدث اخطاء. فالعامل سرح شويه، اللي هيحصل ان الميه اللي في التانك هتطلع تغرق الدنيا، هتسبب مشاكل كارثيه للعامل وللبرودكت وللايه وللمصنع كله. طيب يبقى ايه مساوئ المانوال اوبريتد؟ هيومن لوسز، هيحصل خسائر بشريه، البرودكت ويست، اهدار في البرودكت بتاعي هيحصل. طبعا انا محتاج اصلح اللي حصل، فاعمل شوت داون للسيستم عشان ابتدي اصلح واعالج اللي حصل، فطبعا ده هيعمل تايم ويست وبالتالي هيعمل ماني لوسز. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا احول كل المانوال اوبريتد لاوتوميتد سيستم. طب احوله ازاي؟ بكل بساطه هجيب ثلاث عناصر، محتاج في الاوتوميتد سيستم ثلاث عناصر. ايه هما؟ اول عنصر السنسور، السنسور دوت وظيفته ايه؟ والسنسور دوت وظيفته ان هو يقيس الليفل اللي موجود في التانك. تاني حاجه اللي هو الكنترولر، الكنترولر وظيفته ايه؟ الكنترولر وظيفته ان هو هياخد السيجنال من السنسور ويروح يتحكم في حاجه ثالثه. ايه الحاجه الثالثه ديت؟ اسمها الفاينل كنترول اليمنت اللي هي البامب. بمعنى اصح ان انا هجيب سنسور يقرا الليفل، السنسور دوت هوصله بكنترولر وليكن بي ال سي، البي ال سي هيبعت اشاره لما يحصل دلوقتي ان الليفل يوصل لمكان معين، هيدي اشاره للبامب عشان تشتغل. ادي التانك بتاعي اللي كان عامل مشكله، انا حطيت فيه سويتش او ليفل سويتش، لا يحصل ايه؟ مع مرور السائل وارتفاعه هيوصل للليفل سويتش دوت، لما يلقط الليفل سويتش دوت هيبعت اشاره للكنترولر، الكنترولر دوت اللي هو البي ال سي. لما يبعت اشاره للكنترولر اللي هو البي ال سي، الكنترولر محطوط عليه برنامج جوه بيقول له لما السويتش ده يجي خرج اوتبوت على البامب الفلانيه، فيقوم مخرج اوتبوت، يروح بقى الاوتبوت دوت يلقط ريلي وبعد كده كونتاكتور وبعد كده يشغل الموتور بتاع البامب يسحب الميه اللي في التانك. يبقى دول الثلاث عناصر بتوعي، اول عنصر السنسور اللي هو في الحاله دي السويتش او الليفل سويتش، ثاني عنصر الكنترولر اللي هو البي ال سي، ثالث عنصر الفاينل كنترول اليمنت اللي هو البامب. طيب ايه هي بقى اهميه الاوتوميتد اندستريال؟ يعني ان انا اعمل اوتوميشن ده هيفيدني في ايه؟ ده طبعا امبروفنج برودكتيفيتي اند كواليتي، يعني زود الانتاجيه بتاعتي وزود كفاءه المنتج، لان انا خلاص ما بقاش في عندي ويست في البرودكت. عمل مور افيشنت يوز اوف ماتيريال، ما فيش اي اهدار في البرودكت بتاعي، فخلاص بقى تمام، يبقى انا دلوقتي بستغل كل الماتيريال بتاعتي على الوجه الامثل، وقلل اخطاء العنصر البشري، عمل ريديوسنج للهيومن ايرورز، وطبعا بالتالي وفر الفلوس، عمل لي ماني سيف، زود السيفتي، يعني زود الحمايه اللي كانت ممكن تسبب كوارث للهيومن ريسورسز اللي عندي والبرودكت لاين، لا خلاص بقى في سيفتي عندي دلوقتي. الفلكسبيليتي اللي هي بقى المرونه بتاعه التشكيل، بقى انا مش عايز الليفل عند 60 يشغل البامب، انا عايزه عند 80، احرك السويتش اخليه عند 80%، لا انا عايز البامب ديت بدل ما تشتغل في الاوتبوت اشغل لا بتاعه الانبوت، هاخد الاوتبوت بدل ما كان بيروح للبامب اللي بتسحب اوديه على البامب اللي بتزود التانك بالميه. يعني في فلكسبيليتي في الموضوع، الموضوع ما هو الا برنامج بيتحط او بيتغير على البي ال سي بيخلص الدنيا. الانسترومنت اند كنترول، احنا دلوقتي عرفنا الانسترومنتيشن والكنترول، بقى خلاص الانسترومنتيشن والكنترول هما الثلاث عناصر اللي احنا اتكلمنا فيهم من شويه. ممكن يشتغل فين اللي معاه انسترومنتيشن وكنترول؟ في اي مكان فيه اوتوميتد سيستم، يعني بمعنى اصح في كل المصانع والشركات، في الاويل اند جاز، في البتروكيميكالز، في اي مصنع فيه اوتوميشن،
اي انرجي اند باور اللي هو محطات انتاج الكهرباء، كل ده طالما بيستخدم اوتوميتد بروسيس يبقى خلاص في مكان للانسترومنتيشن اند كنترول، لان هو المسؤول عن الاوتوميشن، هو المسؤول عن الكنترول سيستم كله.